مشاهدينا أهلا بكم في اتجاهات الصحافة وتتابعون فيها. الأزمة الليبية ودور الجهود الأممية. انتقادات بشأن اتفاق روما لمكافحة الهجرة. أمازيغ ليبيا وتحديات تحصيل الحقوق. نناقش هذه الموضوعات مع ضيفنا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي. أهلا وسهلا بك سيد الجورشي. ترصد الصحف المهتمة بالشأن الليبي مسار الجهود الأممية التي وصلت مؤخرا إلى التوجه بكثافة نحو تعديل اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، كما ينوه المراقبون إلى المحاولات الأممية لضخ دماء جديدة تمثلها لتحريك مسار التوافق بين الأطراف الليبية. ذكر الصحفي بموقع قناة روسيا اليوم ياسين بوتيتي في تقرير بعنوان ليبيا تعديل اتفاق الصخيرات والإقرار بدور حفتر أن مؤشرات صنفت بالإيجابية بعث بها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته إلى مصر وتجديده الدعوة أمام مجلس الأمن بضرورة اتخاذ قرارات جديدة وإجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات. ويقر بوتيتي بالسعي الدؤوبي من المبعوث الأممي إلى ليبيا لضخ دماء جديدة في الملف الليبي والخروج به من عنق الزجاجة، خاصة وأن اجتماعات القاهرة كانت قد حققت تقاربا بين الأطراف في ليبيا، وذلك على خلفية لقاءات مهمة شهدتها العاصمة المصرية، حيث استقبلت عاصمة أرض الكنانة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وكذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، والمبعوث الأممي كوبلر. وجدد كوبلر في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا على السعي الحثيث بهدف بحث إمكانية إدخال تعديلات على اتفاق الصخيرات، مؤكداً أن ليبيا في حاجة إلى قرارات وإجراءات جديدة تستهدف انفراجاً سياسياً تضعها على مسار الاستقرار والازدهار والسلام. وشدد المبعوث الأممي على ضرورة إيجاد سبل لدعم المصالحة المجتمعية وخلق المزيد من قنوات الاتصال بين القادة الليبيين والشباب، كما وجه أصابع الاتهام إلى المؤسسات الليبية بتقصيرها في مسؤولياتها، حيث قال ينبغي على جميع المؤسسات الليبية الاضلاع بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها بشأن تطبيق بنود الاتفاق السياسي حتى تتمكن البلاد من تلبية جميع حاجات الشعب. ذكر موقع بي بي سي البريطاني أن الولايات المتحدة منعت تعيين سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني السابق مبعوثاً دولياً للأمم المتحدة إلى ليبيا، وبذلك لم يوفق الأمين العام الجديد للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش فيما كان سيصبح أول تعيين في عهده لمبعوث دولي. وقالت المندوبة الأمريكية الجديدة للولايات المتحدة لدى المنظمة نيكي هايلي إن بلادها رفضت تعيين فياض بسبب الرسالة الضمنية التي كان سيوجهها التعيين داخل أروقة الأمم المتحدة. وأشارت هايلي في هذا الإطار إلى أن فلسطين ليست عضوا كاملا في المنظمة حتى الآن. وكان غوتيريش قد اقترح في خطاب وجهه لمجلس الأمن الدولي تعيين فياض مبعوثا شخصيا له إلى ليبيا للوساطة بين الفصائل المتناحرة ومحاولة إقرار السلام ومساندة حكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها المنظمة. ورفض المتحدث الرسمي باسم غوتيريش التعليق على قرار واشنطن، بينما رحب المندوب الإسرائيلي للمنظمة داني دانون بالقرار واعتبره بداية لحقبة جديدة تقف فيها الولايات المتحدة بقوة خلف حلفائها. سيد الجورشي، لاحظنا في المدة الأخيرة كثافة الدعوات الدولية والأممية التي نشرها موقع روسيا اليوم لتعديل الاتفاق السياسي وإشراك حفتر فيه. كيف تقرأ بداية أبعاد تلك الدعوات وإمكانية أن تلقى توافقا عليها؟ هو الحقيقة هذه الدعوات تكشف لنا مجموعة من المسائل الأساسية، وتتمثل هذه في أنه هناك ميل مصري بدأ يتطور بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة نحو البحث عن تسوية سياسية تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى الحقيقي وعلى الأرض داخل ليبيا. من جهة أخرى، هذه الدعوات تدل على أن اتفاق الصخيرات أصبح بالضرورة
عرضة لإحداث تعديلات جوهرية فيه، لأننا لا نستطيع أن نتحدث عن توافقات جديدة مع وجود جميع الأطراف حول طاولة حوار موحدة إلا نعم، بإحداث تعديلات داخل اتفاق أسخرات. واضح. وهنا البعض يرى أن هذا التوجه رسمت معالمه مصر، لا سيما في مشاوراتها مع دول الجوار والمبعوث الأممي الذي رأى أن ليبيا في حاجة إلى قرارات جديدة. ما النقاط الجوهرية التي أشرت إليها والمفترض تطبيقها وتعديلها في الاتفاق السياسي بشكل أوضح؟ نعم، هو يبدو بأن المسألة الرئيسية التي تحتاج إلى تعديل هي خاصة بدور المؤسسة العسكرية. ربما لن تقبل الأطراف بإعطاء دور أكثر من اللزوم وفوق المؤسسة السياسية للنظام القادم، ولكن تعزيز دور المؤسسة العسكرية واعتبار حفتر شريك في العملية السياسية تبدو هذه هي النقطة الجوهرية. بطبيعة الحال هنا أيضا سيقع تعديل نسبي للنظام السياسي حتى نخرج من قصة هذا التناقض الجوهري بين برلمان تبرق وبين بقية المؤسسات السياسية في طرابلس. يبدو بأن التوجه نحو بحث عن صيغة يمكن أن ترضى عنها جميع الأطراف هي التي ستكون المحدد لطبيعة هذه التغيرات. نعم، واضح. طيب، في موضوع آخر، مؤخرا ترشيح رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض خلفا للمبعوث الأممي الحالي أثار جدلا محليا ودوليا، وهنا موقع بي بي سي أكد في هذا السياق منع أمريكا لتعيينه. ما وراء هذا الموقف الرافض؟ وهذا الحقيقة راجع إلى التغير الكبير الذي حصل في رئاسة الدولة في أمريكا، وبالتالي ترامب الذي دخل على الخط، وترامب لا يملك رؤية واضحة على الأقل لدى جميع الأطراف حول كيفية معالجة الملف الفلسطيني. إذن الخلاف الحقيقة ليس حول سلام فياض في حد ذاته باعتباره شخصية قد أثبت نوع من الدور قام به عندما كان رئيس الحكومة الفلسطينية، ولكن دخول قصة فلسطين وترامب والتجاذبات أو الضغوطات التي تمارسها تل أبيب هي التي جعلت ليبيا ترشح على مستوى دولي في موضوع التعيينات أو التعيين نعم، الجديد الذي أراده الأمين العام للأمم المتحدة. وبالتالي المشكلة في الحقيقة ليست في ليبيا ولكن المشكلة في واشنطن. واضح. طيب، في سياق الحديث عن الرفض في الداخل، مجلس النواب كان رافضا لشخصية سلام فياض. إجمالا، رفض الأطراف في الداخل المبعوثين الدوليين كيف يؤثر في دورهم المتمثل في الوساطة؟ يعني الحقيقة الأطراف الداخلية في هذه المسألة لا تستطيع أن تغير كثير من المعطيات، لكن المؤكد بأنه هذا الجدل حول ليبيا وحول المبعوث الجديد ستدفع بأطراف عديدة إلى البحث عن صيغة أفضل لمعالجة الملف الليبي. يعني رغم هذا الرفض أرى بأنه قد أعاد الاعتبار أن الملف الليبي لابد أن يحظى باهتمام دولي وبشكل واسع النطاق. نعم، وبهذا ننتقل إلى المحور الثاني، ابقوا معنا جميعا. يدور جدل حول مذكرة التفاهم بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج وإيطاليا لتمويل مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، حيث يخشى منتقدو تلك المذكرة من أن ينقل هذا الاتفاق أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى الأراضي الليبية. ذكر الكاتب أحمد العمامي في مقال على موقع رويترز أن رؤساء بلديات ليبية من الجنوب الصحراوي وحتى السواحل الشمالية عبروا عن خشيتهم من أن يتسبب اتفاق أبرم بين طرابلس وروما لتمويل مراكز لاحتجاز المهاجرين في البلد العربي في نقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى الأراضي الليبية. ونقلت الوكالة عن عميد بلدية سبها حامد الخيالي قوله: إن أولوياتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز بليبيا،
إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم، لكن ليس في ليبيا لأن لدينا مشاكلنا الخاصة التي ينبغي أن نهتم بها. وذكرت الوكالة أن الاتفاق المبرم بين طرابلس وروما لتمويل مراكز الاحتجاز المهاجرين سيعتمد بدرجة كبيرة على تعاون مجالس البلديات على طول ممرات التهريب، نظرا لأن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة لا تملك سيطرة فعلية تذكر على مناطق كثيرة من البلاد. وقال عدد من رؤساء البلديات إنه لم يتم إخطارهم بالاتفاق قبل إبرامه. وقال عميد بلدية مدينة صبرات الساحلية الغربية حسين الدوادي إن إبقاء المهاجرين في ليبيا سيكون خطوة خطيرة، وأضاف أن فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعاشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا، واعتبر أن أزمة المهاجرين أكبر بكثير من قدرة السلطات الليبية على التعامل معها، مبينا أنه يجب حل مشكلة الهجرة غير القانونية دوليا. ذكر موقع مجلة جون أفريك الفرنسية الأسبوعية المهتمة بالشؤون الإفريقية في تقرير بعنوان برلمان طبرق يرفض اتفاقا لمكافحة الهجرة مع إيطاليا، أن البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد رفض مذكرة تفاهم حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأسبوع الماضي مع إيطاليا، واعتبرها أمرا باطلا. وأضاف البرلمان أن قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية تعد من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخابات، مشيرا إلى أن مجلس النواب ووفقا للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة عن القضاء الليبي يعد المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه باطلا. وذكرت المجلة الفرنسية أن عددا كبيرا من السياسيين الليبيين انتقدوا الاتفاق الموقع في روما لأنه ينص على إعادة المهاجرين إلى ليبيا، لكن نفى السراج أن يكون وافق على مثل هذا الإجراء هذا وتتعرض خطط الأوروبيين لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر لانتقادات منظمات دولية غير حكومية تخشى تعرضهم لسوء المعاملة في ليبيا. سيد الجورج، أبدأ معك المحور الثاني، كيف تقيم أهداف مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي مع إيطاليا لدعم مراكز الاحتجاز للمهاجرين غير النظاميين في الداخل والتي نقلها موقع رويترز؟ يبدو أن هذا الاتفاق لن يمر، وإذا مر سيحدث كثير من المشاكل مما سيدفع بالسراج إلى التراجع عنه، لأن اتفاق من هذا النوع لا يمكن أن تتوفر له شروط التحقق والتجسد والنجاح إلا بحصول توافق داخلي، وبالتالي البلديات أو المجالس البلدية الليبية بمختلف مكوناتها سيكون لها القدرة على إضعاف حجية هذا الاتفاق وربما إبطاله وحذفه، لأنه بالفعل هذا المشكل خطير وليس من السهل أن تقوم هذه المجالس البلدية بدور حماية المصالح الاستراتيجية لإيطاليا أو لأوروبا، خاصة أن الوضع الداخلي في ليبيا وضع متأزم على جميع الأصعدة. هذا الاتفاق إن تم فهو بدون مستقبل تقريبا. واضح. طيب الكاتب أحمد العمامي تحدث عن هذه النقطة بشأن مخاوف البلديات من هذه الخطوة التي تعتمد عليهم أصلا باعتبارها توطين للمهاجرين على حد تعبيرهم، هل ستتسبب هذه المذكرة في نقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى الأراضي الليبية حقا؟ أنا في رأيي أنه ستساهم هذه العملية في نقل هذه الأزمة أو على الأقل في توسيع دائرتها، أولا لأن هؤلاء متعددي الجنسيات وعدد كبير منهم من الأفارقة، مطلوب هو إعادتهم إلى الساحة التونسية ووضعهم في إطار نوع من السياج أو نوع من المراكز المغلقة، ومطلوب حراستهم والاهتمام بتغذيتهم والعناية بهم، وبالتالي هي وظيفة ليست سهلة ومهمة معقدة، ولا أتصور بأن الأجهزة الليبية بما في ذلك البلديات قادرة على إنجاز ذلك، ومنظمات حقوق الإنسان تخشى وهي محقة في ذلك أن يتعرض هؤلاء إلى نوع من الاعتداءات أو التنكيل،
أو ربما تسمح لهم بأن يشكوا من ذلك، لأنهم لن يرضوا هم أيضا بأن يكونوا في شبه السجون داخل ليبيا. الأمر الآخر اللي هو خطير هو أن هذه الأزمة قد تتحول إلى عنصر لتغذية الأزمة الكبرى الموجودة في إطار التجاذبات والخلافات بين برلمان تبرق وبين بقية المؤسسات طرابلس. وهو مقيل، حيث أن برلمان تبرق رفض هذه الاتفاقية واعتبرها باطلة. إذن هناك عنصر إضافي لتعميق الأزمة على المستوى الداخلي. نعم، وبالتالي في سياق هذا الرفض، نعم، هذه الخطوة التي لاقت رفضا واسعا سواء من البلديات أو مما نقله موقع مجلة جون أفريك عن مجلس النواب باعتبار هذه المذكرة باطلة، كيف يؤثر كل ذلك في إمكانية الوصول هذه الأطراف المذكورة إلى بدائل أو حلول أخرى لهذه الظاهرة؟ لأنه هذه الاتفاقية تنزلت في سياق يجري فيه البحث عن أرضية تسمح باستئناف الحوار على الصعيد الوطني بين الأطراف المتنازعة. إذن الذين قرروا هذه الخطوة أو إيطاليا التي ربما تدفع في هذا الاتجاه لم تأخذ بعين الاعتبار الحساسية الموجودة الآن في هذا الإطار، لم تأخذ بعين الاعتبار ما أن الأرضية لم تتوفر أرضية الثقة بين الأطراف المختلفة، وبالتالي جاءت هذه الخطوة لكي تزيد من إثارة الغبار والشكوك، وبالتالي نعم. كانت عملية تنتج سلبا على المستوى بناء الثقة. نعم، طيب سيد الجورشي، من جانبه رئيس المجلس الرئاسي وفق لجون أفريك نفى أن يكون وافق على فكرة إعادة المهاجرين إلى ليبيا، إذن أين تكمن الخطورة الفعلية أو المخاوف التي تزيدها الأوضاع الراهنة للبلاد في رأيك؟ هو سواء يعني أقدم على هذه الخطوة أو لم يقدم عليها بشكل عملي، فالمطلوب من السراج أن يتراجع عنها وأن يجد صيغة أخرى قد تكون أفضل. لكن المشكلة هو أن خطوة من هذه النوع ستجعل الإرادة السياسية الليبية مسيجة ومقيدة بالمصالح الحيوية لإيطاليا وأوروبا، وهذا يعتبر خطأ سياسي ستكون له تداعيات ومضاعفات سلبية. نعم، وبهذا ننتقل إلى المحور الثالث والأخير، ابقوا معنا جميعا. ما يزال النقاش حول أوضاع الأمازيغ في ليبيا وسبل مواجهة التحديات والمشاكل أمام تحصيل الحقوق مستمرا في ظل حالة الانقسام السياسي التي تعيشها البلاد. يأتي هذا فيما ينتقد البعض حالة العزلة التي يعيشها الأمازيغ بعد انسحابهم من العملية السياسية المتمثلة في انتخابات البرلمان وهيئة صياغة الدستور، ويرى منتقدو هذه الخطوة أنه كان من الأجدل مشاركة في العملية السياسية لتحقيق تلك المطالب من الداخل. ذكر الصحفي جهاد الرغام في مقال بالموقع الإماراتي إيرمينيوز أن الأمازيغ في ليبيا يواجهون مشاكل وتحديات كبيرة في ظل الانقسام السياسي الحاد الحاصل بليبيا، خاصة على مستوى الاعتراف بلغتهم وهويتهم الثقافية، ما جعلهم يدخلون في عزلة اجتماعية وسياسية بعد مقاطعتهم العملية السياسية المتمثلة في انتخابات البرلمان وهيئة صياغة الدستور. وقاطع الأمازيغ خلال الأعوام الثلاثة الماضية الهيئات التنفيذية والتشريعية كافة، إذ اشترطوا تحقيق مطالبهم الرئيسية قبل المشاركة، ما فرض عليهم نوعا من العزلة، وبات صوتهم غائبا وحول جدوى المقاطعة وفاعليتها في تحصيل الحقوق. قال المخرج السينمائي عيسى الهاميسي: باعتقادي لم تحقق المقاطعة أي نتائج للأمازيغ، وكان من الأجدل المشاركة في البرلمان وهيئة الدستور لمحاولة تحقيق المطالب من الداخل. من ناحيته أرجع الرئيس السابق للمجلس الأعلى للأمازيغ إبراهيم مخلوف عدم قدرة الأمازيغ على إقناع نظرائهم من الأطراف السياسية بالنظر بجدية في مطالبهم إلى حالة الانقسام السياسي والفوضى العارمة في البلاد. وتساءل مخلوف في حديث مع إرمين نيوز قائلاً: كيف يمكن النظر في حقوق الأمازيغ والصراع السياسي على أشده؟ وعن مدى إمكانية إشراك دول الجوار التي لديها سكان من الأمازيغ لتحصيل الحقوق؟ أجاب مخلوف: لا أعتقد أن الأمر مطروح، ولا يمكن قبول إشراك دول مجاورة أو إقليمية في هذا الملف،
لأننا نعتبره ملفا وطنيا بامتياز، مستدركا بقوله: لا نستبعد إشراك الأمم المتحدة في التقريب بين وجهات النظر بصفتها مظلة دولية تحظى بهامش من الموضوعية. سيد الجورشي، نتحدث الآن عن مآلات الانقسام السياسي بين الأطراف على المكونات الثقافية الليبية ومنها الأمازيغ الذين اعتبرهم الصحفي جهاد درغام منعزلين إثر مقاطعتهم للعملية السياسية. كيف يمكن استغلال التنوع الثقافي هذا في إحداث توافق ليبي حقيقي؟ وعلى كل حال، هذا من القضايا الخطيرة والكبرى والأساسية التي يجب الاهتمام بها وعدم التساهل معها من حيث أسلوب تناولها. فقضية إعادة إدماج الأمازيغ ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لليبيا اليوم والغد تعتبر مسألة مستقبلية وأساسية، وأرى بأنه أي تساهل أو أي عدم أخذ بجدية هذه المسألة فإنها قد تتحول إلى لغم سيزيد من تفكك الوحدة الوطنية الليبية. ثم أنا مع الذين يقولون بأن موضوع الأمازيغ موضوع وطني ليبي لابد أن يحسم داخل ليبيا وبين الليبيين، لأنه إذا سمح بتدخل أي طرف آخر سواء من دول الجوار أو مؤسسات أخرى أمازيغية في لأن قضية الأمازيغ لكل بلد لها خصوصيته، الموضوع في تونس مختلف عن طرحه في الجزائر وأيضا عن طرحه في ليبيا. إذن الاهتمام بهذه القضية تعتبر مسألة وطنية وعاجلة وأساسية، ولابد من عملية إدماجية، لأن انعزال الأمازيغ وعدم مشاركتهم في العملية السياسية لن يفيدهم كثيرا. واضح. طيب، البعض لا يستبعد هنا إشراك الأمم المتحدة في تقريب وجهات النظر بشأن مطالب الأمازيغ في البلاد، ما إمكانية نجاح هذه الخطوة بالنظر إلى ما حققته البعثة الأممية سياسيا؟ يعني لا أتصور بأن الأمم المتحدة يمكن أن تفيد كثيرا. الموضوع يحتاج إلى أطراف داخل ليبيا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع بين ليبيا لكي تبني الثقة. دخول الأمم المتحدة أو دخول أطراف أخرى من شأنه ربما أن يعقد المسألة ويثير حساسيات ويخلق هو بين الأمازيغ وبين بقية مكونات المجتمع الليبي. الموضوع ليبي ولابد أن يحسم ليبيا. واضح. في نهاية الحلقة أشكرك ضيفنا عبر سكايب من تونس الكاتب الصحفي صلاح الدين الجورشي، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا. كما ننوه مشاهدينا إلى أن إنتاج هذا البرنامج يتم بمعاونة المرصد الليبي للإعلام. شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.